يلا عبد الله. عبد الله هكون راح فين؟ يا لهوي اللي كان بيلعب قدامي هنا. ما هوش هو في الاوضه. عبد الله عبد الله عبد الله يمكن مستخبي ولا حاجه. دورنا عليه في كل حته مش لاقيينه. كان بيلعب قدامي في الصاله من شويه. لازم سهلني ونازل. نزل نزل يا فوزيه. عايز اهو كمان يضيع مني يا فوزيه. اهدى بالله بس اهدى. خير اهدى ايه؟ اوعى. استنى بس احط الطرحه على دماغي وانزل معاك. روح فين يا فوزيه؟ انا نازل وراه. استنى. لا حول ولا قوه الا بالله. هيكون راح فين بس ده؟ انتوا هتفضلوا واقفين كده؟ ما تنزلوا تدوروا ورا خالكم. يلا 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 حسين يلا. يا ترى الواد راح فين؟ غز بنات غز بنات. غز بنات. هسيبك. مش هتروح مني انت كمان يا عبد الله زي ما جعفر راح. انا جيت هنا علشانك ولازم حلاقيك. حلاقيك يا عبد الله حلاقيك. لكن اجيبك منين ابو خليفه دلوقتي؟ اللي يلاقيه له الاكل والشراب يا عبد الله. يا اهل الخير عيل تايه يا اولاد الحلال. اللي يلاقيه له الاكل والشراب عند الله. وقصير وممتلئ حبه. بيتكلم عربي مكسر بس هو مصري ابن مصري واسمه عبد الله. يا شيخ حامد شيخ حامد انتوا بتدوروا على عبد الله؟ ايوه يا ست انتصار. عبد الله معايا اهو. هنا هنا عبد الله. فاضل يقطعني يا سي الاستاذ. والنبي كنت فاكره ان انتوا عارفين انه هنا. احنا اتلهينا في اللعب. ايه اللي خلاك تنزل بنفسك لحد هنا يا ابن؟ فتحت باب الشقه لقيته واقف في وشي. عهد يقول لي كنافه كنافه. رحت داخله عامله له شويه كنافه. كنافه كنافه؟ تنزل من فوق عبد الله من غير ما تقول لحد عشان كنافه؟ معلوم معلوم. كنافه كنافه. كنافه كنافه معلوم معلوم. ماشي يا عبد الله. الواد باين له صاحب مزاج. صراحه يا سي الاستاذ الكنافه بتاع الست انتصار طعم قوي. والله تسلم ايدك يا ست انتصار. يا حامد تسلم ايدك يا سمعان. كنافه يا حامد كنافه ايه؟ يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله قدام يلا يلا يا عبد الله. يا سي الاستاذ سيبه شويه ياكل. كمان فاطر في رمضان عبد الله؟ رمضان عبد الله صيام صيام معلوم. رمضان صيام عبد الله. الواد لسه صغير على الصيام ما حصلش حاجه يعني. وبعدين الواد قعدته حلوه رغم اني مش فاهمه منه ولا كلمه لكن خليه قاعد شويه. انت عايز تقعد عبد الله؟ خلاص يقعد بس خلي بالك من نص قطايف. عشان الكنافه يعني. ابي خلي بالك منه يا انتصار. فعليا يا سي الاستاذ. تسلم عليك تسلمي. خلي بالك عليك. يلا بقى يلا حبيبي يلا بقى يلا يلا يا بنت. كنافة 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 في ايه ده؟ سيبي له حتة كنافة. يلا يا بنت يلا حبيبي يلا يلا بقى يلا. حقك عليا يا محفوظ. انا اللي اعصابي فلتت وسعقت لك يا فوزيه. ما تزعليش مني. انت صح ما كانش المفروض يروح عن عيني ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الواد طالع صاحب مزاج من يومه في الاكل وفي الكنافه بصفه خاصه. انا بس النهارده كان خوفي وقلقي عليه اكتر من لازم شويه. خفت يكون حد خطفه حاجة. لا 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 اطمن الحتة هنا امان. بس ولاد الحرام كتير يا حامد. انت في حد مخوفك؟ ولاد الحرام كتير يا فوزية.
متأكد إنك شفتها محفوظ؟ والله شاكر بيه مش متأكد أوي، مش عارف لحد دلوقتي اللي أنا شفته ده كان صحيح ولا أنا كنت بخطرف، مش عارف. ولو وصلت بيه الجراءة ويجيلك لغاية باب الخلق؟ أبو خليفة قلبه ميت يا باشا، ممكن يعمل أي حاجة في الدنيا عشان يوصل للي هو عاوزه. أيوة يعني لو كلامك ده صح، ليه ما حاولش يقتلك زي ما حاول قبل كده؟ يمكن بيلاعبني، مستني الوقت المناسب. وقت مناسب إيه يا محفوظ؟ مش فاهمة لما محفوظ أخوك هيروح السحور إيه اللي هيخليه يغير رأيه يعني وينضم للحزب؟ خطة مدام يسرية إنها تستفيد منه من غير ما ينضم، ولما يلاقي نفسه إنه هو بيستفيد كمان أكيد هيفكر. وهي تستفيد منه إيه؟ أنا حاولت أعرف، بس أنتي عارفة مدام يسرية، المعرفة على قد الحاجة. بس أكيد محفوظ هيجي. حاولت أقنعها أنه صعب، ولو أنا روحت شخصياً هيعند أكتر أكيد، بس برضو ركبت دماغها وبعتت له الدعوة على عنوان البيت. لازم بقى هي اللي هتروح تجيبه شخصياً. لا، دماغها أكبر من كده بكتير، بعتت له لما بيزهقش. مين؟ السلام عليكم ورحمة الله.